بس من هنا لا اروح انت. محمد علام المنسق العام لاتحاد الثوره المصريه. بيان اتحاد الثوره المصريه رقم 23 بشان ادانه جريمه اسرائيل ضد الشعب المصري العظيم. ان اتحاد الثوره المصريه يدين الجريمه الصهيونيه الخسيسه والتي اسفرت عن استشهاد 6 من خيره شباب مصر الذين نحتسبهم عند الله شهداء، وهم يؤدون واجبهم الوطني دفاعا عن ارض الوطن. فاننا نؤكد على مطالب شعب مصر والتي تتمثل فيما يلي: اولا، طرد السفير الاسرائيلي من مصر وعدم اعاده السفير المصري الى الكيان الصهيوني وتعليق العلاقات الدبلوماسيه حتى يتقدم الكيان الصهيوني باعتذار رسمي عن تلك الفاجعه والفعل الجبانه، وتعويض الجانب المصري عن الاضرار والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات السافره ومحاكمه المتسببين في تلك الجريمه. ثانيا، تصعيد الامر دبلوماسيا في مجلس الامن والامم المتحده لادانه الاعتداء الصهيوني. ثالثا، استدعاء السفيرة الأمريكية بالقاهرة والاحتجاج لدى دولتها بصفتها الدولة الراعية والضامنة لمعاهدة السلام، مع تسجيل رفضنا لهذه السفيرة في مصر. رابعا، الاستفتاء الشعبي على إلغاء أو تعديل مواد اتفاقية السلام كامب ديفيد بشكل يتضمن تأكيد سيادة مصر والحفاظ على أرضها وشعبها ومصالحها السياسية والاقتصادية. خامسا، تكريم الشهداء الستة وأسرهم التكريم اللائق للذين استشهدوا على حدود مصر عيونا ساهرة تحمي تراب مصر وشعبها. سادسا، التأكيد على وحدة الصف المصري شعبا وأرضا، وإننا جميعا في خندق واحد في مواجهة العدو الصهيوني، وهذا يتطلب نبذ الخلافات والتأكيد على شعار أن مصر بلدنا هي مصر أولا. عاشت مصر حرة قوية، والمجد للشهداء الأبرار اتحاد الثورة المصرية.